ينضم إلينا الآن عبر الهاتف السيد نايف الشمري، عضو أو نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية. مرحبا بك سيد نايف. أهلا وسهلا، حياك الله. أهلا بك. هل أطلعتنا على آخر تطورات معركة الموصل وتحديدا في المحور الشمالي والتقدم الذي أحرزته القوات هناك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولكل مشاهدي قناة الموصلية. يوم أمس كان لدينا لقاء مع القادة الميدانيين المشرفين على عمليات تحرير نينوى، وأكدنا من خلال قناتكم أنه ستكون هناك صفحة ثانية ستبدأ إن شاء الله لتحرير الأحياء المتبقية من مدينة الموصل. اليوم المحور الشمالي تم تحقيق نصر وتم تحرير أكاديمية الشرطة القريبة من مدينة الموصل وكذلك حي الزيتون. هذه كانت ضمن الخطة العسكرية، لأنه تحرير هاتين المنطقتين سيسمح للمحاور الأخرى بأن تشن هجمات مباغتة وسيسعى لتحرير كافة أحياء مدينة الموصل. أنا أطمئن أهلنا في محافظة نينوى ومن خلال قناتكم والتي تتابع عن كثب مجريات الأحداث التي تجري في مدينة الموصل، أنه خلال الأيام القادمة القليلة جدا إن شاء الله سيتم تحرير كل الأحياء المتبقية بيد تنظيم داعش الإرهابي، وسيعيش الجانب الأيسر إن شاء الله بأمان واستقرار. كان لدينا لقاءات مع كل المعنيين بالملف، سواء جهاز مكافحة الإرهاب أو الشرطة الاتحادية أو قيادة الفرقة 16 وكل القطاعات المكلفة بتحرير الجانب الأيسر. هم مصرين على تحقيق النصر وتخليص أهالي محافظة نينوى من هذا التنظيم الإرهابي. الأيام القادمة مليئة إن شاء الله بالمفاجآت المفرحة لأهالي مدينة الموصل. ستكون هناك عمليات نوعية وخاطفة وسريعة سينفذها الأبطال لتخليص الأحياء المتبقية، والتي تقريبا هي 16 حي المتبقي بيد تنظيم داعش الإرهابي في الجانب الأيسر. أنا أعتقد أنه الجانب الأيسر إن شاء الله حسم أمر تحريره، مجرد مسألة وقت قليل جدا وسيكون بأيدي القوات الأمنية، وستكون هناك إن شاء الله عملية شاملة وواسعة لتخليص هذه الأحياء من تنظيم داعش الإرهاب. نعم، من خلال زياراتكم إلى قيادة مكافحة الإرهاب ومحاور عمليات الموصل، كيف تقيمون الاستعدادات والتطورات الأخيرة التي طرأت على المعركة؟ العمليات تجري كما مخطط لها وكما مرسوم. القيادات الأمنية حريصة على المحافظة على أرواح المواطنين الأبرياء. مثل ما تعرف ويعرف المشاهدين، عملية تحرير مدينة الموصل تختلف عن العمليات الباقية، لأنه القطاعات المحررة تعاني من كثرة المواطنين داخل الأحياء وهي حريصة على المحافظة على أرواحهم. هي بإمكانها أن تحرر هذه المناطق بسرعة باستخدام الصواريخ والمدفعية، لكن لم تستخدم هذه الأسلحة ولا وخلال نقاشاتنا أكدنا على عدم استخدامها. هم حريصين جدا على أنه يستأصلوا هذا التنظيم الإرهابي. جهاز مكافحة الإرهاب يعرفه أهالي مدينة الموصل، له صولات وجولات في الأحياء وقد حقق انتصارات كبيرة. بالرغم من استخدام تنظيم داعش الإرهابي أكثر من 220 عجلة مفخخة في الجانب الأيسر ضد هذا التنظيم الإرهابي، ولكن هذا جهاز مكافحة الإرهاب وكل القطاعات المحررة استطاعت أن تحقق الأهداف المرسومة لها. أنا أطمئن أهالي مدينة الموصل بأن التعزيزات العسكرية قد وصلت بشكل متكامل، واطلعنا على كل تفاصيل التعزيزات التي وصلت إلى مدينة الموصل، لأن هناك مبدأ عسكري مهم هو إدامة زخم المعركة. لاحظنا أنه بتدخل من السيد رئيس الوزراء تم إرسال تعزيزات كبيرة لغرض إدامة زخم معركة الموصل. أنا أعتقد الساعات القادمة ستكون مفرحة وسيكون هناك انتصار كبير للقطاعات المحررة. جميع القادة الميدانيين الذين التقيناهم من الأخ عبد الغني الأسدي إلى قيادة الفرقة 16 إلى قيادة عمليات تحرير نينوى، كلهم حريصين على المحافظة على أرواح المواطنين الأبرياء وممتلكاتهم، بالرغم من أن تنظيم داعش الإرهابي استخدم كل الوسائل الإجرامية ضد القطاعات المحررة وضد المدنيين الأبرياء. اليوم تنظيم داعش الإرهابي يحاول أن يقصف المدنيين بالهاونات وبالأسلحة الثقيلة،
مع العلم أن القطاعات المحررة لم تستخدم أي أسلحة ثقيلة، بل استخدمت الأسلحة المتوسطة والخفيفة لكي تحافظ على أرواح المواطنين الأبرياء سواء من الأطفال أو النساء أو الكبار بالسن. نعم، متى تتوقعون أن نشهد تقدماً متوازياً لجميع محاور الموصل لتحرير ما تبقى من أحياء الجانب الأيسر والوصول كذلك إلى نهر دجلة؟ إن شاء الله بوقت قصير جداً ستسمعون أخبار مفرحة جداً وستكون مباغتة لتنظيم داعش الإرهابي. هناك مبدأ مهم في العمليات العسكرية هو مبدأ الكتمان، لأنه ساعة الصفر يجب أن يتم الحفاظ عليها. أنا أعتقد أنه خلال الساعات القادمة بل الأيام القليلة جداً جداً ستكون هناك فرح كبير لأهالي مدينة الموصل. وأنا أطمئن كذلك الجانب الأيمن بأنه تم إعداد خطة متكاملة وخطة نوعية لتحرير الجانب الأيمن. هناك من يروج بأن معركة تحرير الجانب الأيمن ستكون صعبة، لا يوجد أي شيء صعب أمام القطاعات المحررة، هم حريصين وهدفهم الأسمى والأعلى هو تخليص محافظة نينوى من هذا التنظيم الإرهابي. عندما يتم تحرير الجانب الأيسر بالكامل ستكون هناك عمليات مباغتة لتنظيم داعش الإرهابي في الجانب الأيمن، وستكون عمليات نوعية وخاطفة. وأنا كما أكدت سابقا بأن جميع التعزيزات العسكرية قد وصلت بشكل متكامل في وقت في الأيام القليلة الماضية وبشكل كامل من كل النواحي، سواء من حيث العدد والعدة والتجهيزات. القطاعات العسكرية حريصة على أن تنفذ الصفحات الموكلة إليها والتوقيتات ضمن الخطة المرسومة لتحرير مدينة الموصل. نعم، شهدت الصفحة الأولى من معركة الموصل تركيزاً كبيراً على المحور الشرقي، كيف تتوقعون أن تكون ردة فعل داعش في حال فتح جميع المحاور بوجه أو فتح جميع المحاور بوجه عناصره؟ الخطة اللاحقة التي ستنفذها القطاعات المحررة هي خطة متكاملة، خطة تتضمن المناورة والمباغتة لتنظيم داعش الإرهابي. من أعد هذه الخطة هم قادة عسكريين مشهود لهم بالكفاءة. ستكون هناك عملية يتم بها تحرير كافة الجانب الأيسر، وستكون مباغتة لتنظيم داعش الإرهابي وتكون مفرحة لأهالي محافظة. نعم، كيف تقيمون الاستعدادات الإنسانية والإغاثية للمرحلة المقبلة من معركة الموصل بالتزامن أيضا مع تدني مستوى درجات الحرارة وهطول الأمطار؟ للأسف الشديد وأكدنا منذ السابق أنه ترافق الخطة العسكرية يجب أن ترافقها خطة إنسانية، لكن هناك تلفق في تنفيذ الخطة الإنسانية ومن قبل وزارات محددة كوزارة الصحة لم تقم بواجبها بالشكل الصحيح. خلال زيارتنا وافتتاحنا لمستشفى الحمدانية يوم أمس والتي تم تجهيزه وإكماله ليس من وزارة الصحة بل من وزارة الدفاع والشرطة الاتحادية، وهذا الشيء مفرح أنه اليوم القطاعات العسكرية هي تحرر، هي تخلي النازحين، وهي تقوم بمعالجة المواطنين الأبرياء. لكن على وزارة الصحة والسيدة وزيرة الصحة، وأنا أكدت من خلال منبر قناتكم، عليها أن تذهب وترى بعينها ماذا تقدم وزارة الصحة سواء للنازحين في المخيمات أو في المناطق المحررة. وكذلك هناك وزارات كوزارة الإسكان والبلديات لم تقم بواجبها بالشكل الصحيح. اليوم النازحين يعانون معاناة كبيرة للأسف الشديد، هناك كارثة إنسانية لا سامح الله، إذ لم تكن هناك وقفة لكل الشرفاء في العالم مع أهالي محافظة نينوى. هناك أكثر من 1,000,000 مواطن اليوم داخل مدينة الموصل بدون غذاء، بدون دواء، بدون حليب أطفال، بدون أدوية مصابين بالأمراض المزمنة. ستحل كارثة إنسانية لا سمح الله، إذ لم تكن هناك وقفة للشرفاء من العالم والمجتمع الدولي. أنا أستغرب هذا الصمت الدولي تجاه نازحين من أهالي محافظة نينوى وكذلك السكان من محافظة نينوى. الحكومة العراقية هاي قدرتها وهاي استطاعتها، لا تستطيع أن تقدم أكثر من هذا، لأن هناك أكثر من 4,000,000 نازح، هناك نقص كبير تعانيه الحكومة العراقية نتيجة الأزمة الاقتصادية التي تشهدها هذه الحكومة، مقاتلة تنظيم داعش، وهناك نازحين ومهجرين. قدمت ما تستطيع أن تقدمه، لكن للأسف والشيء المخجل هو الوقفة للمجتمع الدولي التي لم تكن بالمستوى المطلوب، لم يقدموا أي شيء لأهالي محافظة نينوى، بل مخجل جدا لم نرى
لا هناك مساعدات إنسانية لكافة النازحين من أغطية وملابس ومواد غذائية وماء ومستشفيات متنقلة، بل تركوا أهالي محافظة نينوى يصارعون الموت وحدهم، لا نجد من يقف معهم من العالم. أنا أعتقد على المجتمع الدولي أن يقدم المساعدات في أسرع ما يمكن لأهالي محافظة نينوى. هناك تقصير في بعض الوزارات، على السيد رئيس الوزراء أن يتدخل شخصيا وأن يشكل خلية أزمة وأن يصدر أوامر إلى الوزراء المعنيين في الخدمات بأنه يكون دوامهم في مدينة الموصل لفترة ليروا بعينهم ماذا تقدم وزارتهم لأهالي محافظة نينوى، سواء في المناطق المحررة في الأحياء التي تحررت أو مع النازحين. أعتقد على وزيرة الصحة ووزير التجارة وزيرة الإسكان والبلديات وكذلك وزارة النفط وكل الوزارات المعنية بتقديم الخدمات للمواطنين، على السيد رئيس الوزراء أن يصدر لهم أوامر وأن يحضروا إلى مدينة الموصل ليشاهدوا بأم أعينهم ما هي الخدمات التي تقدمها وزاراتهم لأهالي محافظة نينوى. نعم، كلمة توجهونها لأهالي المناطق التي يحتلها داعش والمحاصرة أيضا من قبل عناصر داعش الإرهابية في هذه المرحلة من مصير المدينة؟ رسالتي إلى أهلنا في محافظة نينوى، عانيتم معاناة كبيرة، بطش وأجرم تنظيم داعش الإرهابي بحقكم. نقول لكم أن القطاعات المحررة هي عازمة ومتوكلة على الله بتخليصكم من هذا التنظيم الإرهابي. على جميع أهلنا في محافظة نينوى أنه يتعاونوا مع القطاعات المحررة ويزودوا القطاعات المحررة بأماكن تواجد عناصر تنظيم داعش الإرهابي ومقراته والقيادة والسيطرة لهذا التنظيم الإرهابي لكي نتخلص من هذا السرطان بأسرع ما يمكن. نحن نقول لكم عانيتم معاناة كبيرة وصبرتم صبرا طويلا، إن شاء الله سيكون عام 2017 عام الخلاص من هذا التنظيم الإرهابي. نحن نعلم أن كيلو الطحين أصبح معدوم لدى أغلب العوائل في محافظة نينوى، نحن نعلم أن أطفالنا بدون حليب، نحن نعلم أنكم تعانون معاناة كبيرة، لكن إصرارنا وعزيمتنا ومواصلتنا مع القطاعات المحررة سنتمكن إن شاء الله من تخليصكم من هذا التنظيم الإرهابي. نعم، السيد نايف الشمري نائب رئيس لجنة الدفاع والأمن النيابية، كنت معنا عبر الهاتف، أطلعتنا على آخر المستجدات على الجانب العسكري أو الإنساني، شكرا جزيلا لك.